نروح بقى للفريق اللي النهارده بيواصل تدريباته عشان مباراه سان جورج الاثيوبي في اياب ال 32 لدوري الابطال. المباراه الاولى طبعا هيكون او انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاثيه مقابل لا شيء بحضور جماهيري ان شاء الله. المباراه الثانيه النادي الاهلي واخد موافقه على حضور 30,000 مشجع. المباراه الاولى كانت يوم حد وفي وسط الاسبوع وبتاع، المباراه الجايه يوم جمعه. عايزين نشوف ال 30,000 متفرج ان شاء الله، وكالعاده اللي بيراهن على جمهور النادي الاهلي ما بيخسرش. كلنا متاكدين من هذا الكلام. عايزين يوم الجمعه 30,000 متفرج علشان بعد كده ان شاء الله في بقيه المباريات الاخرى نقدر نطلب سعه الاستاد كامله. النادي الاهلي يستطيع ان هو او بيحارب دائما مع الجهات الامنيه اللي ايضا بيبقى ليها دور كبير جدا جدا، وكلهم عايزين الجمهور يعود من جديد للسعه كامله، سواء الجهات الامنيه او النادي الاهلي او كل الانديه الحقيقه، لانه الجمهور له دور كبير جدا جدا. التذاكر تم طرحها خلال الساعات الماضية، ممكن تحجزوها عن طريق شركة تذكرتي. كمان المباراة دي أكيد هيكون فيها تعديلات في التشكيل، يعني بسبب غياب مودست، بسبب القيد، هيكون موجود بإذن الله في دور المجموعات على مودست إن شاء الله، هيكون موجود في دور المجموعات بعض اللاعبين للراحة واللي يعني عرفته. وعايز اقول لحضراتكم ان عمرو السوليه بدا واحده واحده يرجع، لكن لسه مش جاهز 100%. كمان ممكن نشوف رضا سليم من بدايه المباراه بعد انتهاء الايقاف، بخلاف التدوير اللي دايما متعودينه الحقيقه من مارسيل كولر، لانه لسه المشوار طويل. هتقول لي يا عم اسلام برضو زي ما قلت لكم امبارح، هتقول لي يا عم اسلام برضو انت يعني هتقعد تتكلم على الاجهاد؟ يا جماعه لسه بدري، انت عندك مباريات كثيره جدا. انا دلوقتي سايب كانت حفله او حفل الاعلان عن السوبر المصري اللي هيقام في السوبر الانديه الابطال اللي هيكون باربع فرق ومنهم النادي الاهلي، لسه سايبين الحفله وبيتم الاعلان عنها. ادي 8 مباريات، شوف كم مباراه، 4 مباريات اعتقد. وبالتالي لسه عندك حاجات كتيره جدا خلال الفتره القادمه، ولسه المشوار طويل جدا في الدوري والبطولات المختلفه، وعلى رأسها طبعا دوري الأبطال والدوري الإفريقي لكرة القدم.